الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. القياس وحين قلنا بابك كصابصا قياس كأين قلنا إن شاء الله تعالى. شيخ وحيري: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما. قياس كمياء فهو رد الفرع فرع لعشال ليلهذا إلى الأصل أصل كاللو عشو في الحكم حكم كقوده سلوغ عشو وحكم كي لقاها ليشيو بعلة علة دراد ديدنا لقوها ليشيو علة أما السبب مناسبة أيوه لسو لقوها ليشيو علة ذا صوت تجمعهما كل من إساء الصلكاء يفرع كل من إس. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قياس كوا قيب سما وحو قيب سما صدح قيب وضبو قيب سما. قياس علة قياس قياس علة لا يلاهدو وقياس دلالة يقياس دلالة وقياس شبه يقياس شبه. باب كان قياس كاللغا والرمي وحكو السابسين يهي اجتهاد أهان مسألة حكم كذا لقرنا إن مسألة كالي لهليشيو وأن حكم كذا لقرنا إن مسألة حكم كذا لقرنا إن حكم كاللغا هليشيو تاساوح اللي يلاهدو قياس. قياس كنا وحو كمدي هي حجج كالشرعي أبو كمدي هي سيدة جماهير أهل علم أي كتغين سلفا وخلفا وأنا قولك صحيحة وحونا كمدي هي قياسك اجتهاد كأي كمدي هي. إنما الاجتهاد هو القياس. أما الاجتهاد هو القياس أي إمام الشافعي رحمه الله اجتهادك هو قياسك. الاجتهاد هو القياس. بعض كمدة علماء بعض علماء كمدي وين نقديين عبارة داس أو وحيدا اجتهادك هو ذا قياس ماها وحون نغنكرا اجتهادك قياس ونغنكرا نوع كلام قياس أهي نوع نغنكرا لكن عبارة الشافعي وحيكتا لآخر ككتاب كيس الرسالة أي كتا لآخر كيس يدبيا قديسي وحن نقديكم الصغنى وإلا يلا ذا أنواع كلو اجتهادا لهيلي كرا وأن قياس أهين عبارة النقد ميسو وحيتها ومن باب الحج عرفة سيد النبي صلى الله عليه وسلم أو يلي حجك وعرفة بمعنى ركن أركان حجك أقوم مهم سن أي عرفة إن لغو السقناده يوم عرفة يهبين كذا يعني مركأه وأنو ديدين حديث كاسي أركان كلا إنو حج كلية هاي مدي ديو وحلقات الماما يا الركن الأهم ركن إيجا ومهم مدى بضم باوحو يهي عرفة حج كالركن إيجا ومهم مدى بضم بعرفة بلوغة شيدا. إمام الشافعين رحمه الله مر كلية هاي الاجتهاد هو القياس وحلقات الماما يا اجتهاد وحا ومهم سني وقياس لكن أقامت شيدو وحكلو اجتهاد النقونا يا متشرة وغا متشرة مركا أساسا عبارة دا إمام الشافعي أن وح نقدي وكرين قياس كوح الله قيبيا قياس صحيح يا قياس باطل أما قياس فاسد. قياس كحجدا أي علماء أقليهن وقياس كصحيح أوي لكن قياس كفاسد كأهي يساقو مركا ماءها مد حجاء ما أهو أنا باطل. هذا قياس كصحيح يا قياس كفاسد كأو حلقك على الجرنة يا شروطها أو قياس كصحيح ليه يهي وين لما يسترمان قوادح دي قياس كداوعي سينا وإنه كم رين يهي هذه شروطه قياس كوحد من يهين أما قوادح دي قياس كداوعي سينا مش أي طاله قياس كوحون نقرا يا مت صحيح نمادي كبا قدون نقونا يا فاسد نقضي مركا وحلقوك لقرنا يا قياس كصحيح يا قياس كفاسد كالشروطه قياس كصحيح وإن دم يسترمان قوادح دي أم موانعنا وإنو كمري شيخ وحكوه الري تعريف كقياس أو تعريفنا يؤقيحي قياس معنيه سوى محي لغة أهان قياس وحل يلهدا والتقدير والمساواة وقدرات دو حلا قدره يسمست وحلا السماء يا ليلها ذا مركات هذا قسط الصوب بالذراعي وحان كو قياسي مرضى ردن كان كو قياسي
حلوقت شيدا وكو قدري بلوقت شيدا مركا قياس كالتقدير والله استعمال يعني قياس كمساوانا والله استعمال فلان لا يقاس بفلان هبل هبل لوغما قياسته بمعنى للمس ما لو جيدا معناها سوى اللغوي معناها اصطلاحي علماء هشيسك كويهين قياس وحل لا يراه رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما قياس وحل لا يراه فرع باصل لو علينيا اما فرع باصل الحاقنا يا لهليشينيا حق حكم كان لغا هليشينيا اما لوغا علينيا واللوغة علينا يا وح اللوغة كذا واللقى الحاقين يا والهاليشين يا وحنا اللجوها ليشين يا علا كل منا يسال لبدود دحدود كل منا يسا أي اللجوها ليشين يعني ساسوي أفر ركني بمرك قياس كي ككوبين هاي أفرت الركني ودم يستريه أفرت الركني وحيهين الفرع يا الأصل يا الحكم يا العلة وأفرتوي مدوا فرع فرع وح اللوغة كذا ومقيسك يعني وحلو قياسانيو مدنو أصلك ومقيس عليه وحلو قياسانيو مدنو حكمك أو كمرك أصلك لغسو قدبين أيو فرع لو قدبين أيو وحكمك مدنو حوية وعلادة أو وحي كل من أي جامعنا ولا إلادة علانا ولا إلادة مقعيب بضن بإلادة مركا وأفر أفر تاسي مركا كلمان باو حلونا وقياس وحي الشبه دا أركانتي تشبيه كلي شبه ذا وتشبيه مركا وحليس كو شبه يا عربي أهان أفر ركني بك كوبين يا مشبه يا مشبه به يا أداة التشبيه يا وجه الشبه ولا شبه يا لغو شبه يا أداة كي فائدين يا شبه هذا وحليس كو شبه يا أما حرف هذا أما اسم هالنقضة سيدا كافك أما مثلي وجه الشبه ووجه ليس كي شبه يا وجه ليس كي شبه يا ومركا دو حوية تلاهدو عربي أهان شايقاسي شايقاسو لمد يهي مد وكالوردن أيو واللمد مدنا وكالوردن أيو واللمد وحنا وحوية ووحب فائدين يسكو حرية لبدا الشيء اللي يسكو شبه أيو تأفرادنا ووجيغ اللي يسكو شبه أيو ووجيغ اللي يسكو شبه أيو الدين اللي يلاهدو يعني مثلا يعني فلان كالأسد في الشجاعة هذه اللي يلاهدو يعني فلان ومشبه أسد كنا ومشبه به كاف كو أداة التشبيه في الشجاعة ووجه اللي يسكي شبهه أفرتار ركني أولي هاي تشبيه أفرتو ذا قياس كليه وفرع فرع سيوحو كردقية هاي مشبه يا أصل أصل كاسيوحو كردقية مشبه به أداة التشبيه أنا وحا كردقان illada ayaa ka dhigan hukumkuna wuxuu noqonayaa hukumkuna wuxuu noqonayaa wajhu shabahi buu noqonayaa marka afarta aynu sheegney afartaas qiyaas ku leeyahay afartooda ayu leeyahay yaani waxa weeye tashbihu li saasa wadad culimada qaar kood waxay yiraahdaan markay ka hadlayaan qiyaaska waxay yiraahdaan at-tamthil ama qiyaasu at-tamthil baydan wa qiyaaski shabahaada ku dhisna way asal kiisu shabahaad buu ku dhisay baydan يعني حكم كأي علاذو وحين نقول إيسا علاذو حوية ومركة وجامعي وحين نقول إيسا مركة أداة التشبيه واللمد وحل لمد يهي حكم كأنا وحكد يهي يعني وجه الشبه وجه الشبه إيه حكم كأي إسكو مقامه علاذو إيه أداة التشبيه هنا وإسكو مد وحين نقول إيسا واللمد مركة للي يهي وحكو لمد نقضي وعلاد السبب تيدو كلام مدي هاي وش جنبانو كلام مدي هاي حكم كأه ساس يداوي علاد ما قاعد يبضن بالله استعماله وحلي هذا عله وحليها جامع وحليها مناط وحليها مقتضي وحليها موجب وحلي هذا السبب وحلي هذا الداعي وحلي هذا مفدي طبعا لفظي وحكة بضن بيكو إطلاقا علماء هيا شيء استعمال كوضو وح أقوب بضن inay ama illa yiraahdaan ama manaat yiraahdaan labada lafdi mid ahaan inay u isticmaalaan ba gaaliba aw badan marka illa kulminaysa lagu haleeshinaya oo lagu celinaya radigu waa bimaana yaani ilhaq asal kana sida saxiixa ah mushabahu bihi galo jeeda baad yiri asalka hukumka ay waajiraan
لكن قولك هذا جيد ما أصلك وحوي ومشبه به ومقيس عليه أصلك ومقيس عليه صدى صحيحة لكن حكمك أصلك كسغني ونوع كلوي حكمك أصلك أصل الأرنية يعني تلو متشيد تجمع عربي أهان وحغالبا إن مرنا وحوي وحي معاني كسابسا وحي ذوات كسابسا مرنا إن لا استعماله تسلق قدبيو مدنا وحوي بين يوحلا مدن لقو قدبيو شيخ هذا وحوي تجمعهما قياس كيو قيب السماء وحو قيب السماء صدح قيبوت قيب تاء وقيب السماء ينتهي نانقارين قياس كو الدليل إنو يهي إنو أهين ما اتفاق با مسوى اختلاف محاسي صحيحة وإنو يرتل ما نيه قياسكو خلافوا كتشرا لكن جماهير تعلمدوا سلفا وخلفا وحيكوتا جين إنو قياسكو كمدية هاي يعني حجج كي يأدي لذا إنو كمدية لو ما نتشيدو والدليل أصلي اللو قم تشيدو والدليل تبعي اللو تشيدا مركا وحكا للو يلا عسكضو ومسألة حكم الله شاقي مسألة ذي كرنا حكم الله شاقي اللوائي مسألة ذا كرنا لبدا مسألة نأيز شبهان ووح فرقي ومعتبري آنو ونحين شبه قوي نأيز كليه إن اجتهاد المسألة ذا مسألة ذا اللوها ليشيا ويكفي عن طاي إن اجتهادا وحكا للوها ليشيو أما اجتهاد كالللقلي مادو مركا صدى صحيحة وإن قياسك مركا ويهي حجو ونا نقونا يحجة تبعية أصل وحاء حكم كأصل كلقى قياسنا يدليل كشاقي بقى مسألة ذو أصلة الحاقا لها ليشين يوامد تبعيوي وحانا علماء دو يلاهدين وحانا علماء دو يلاهدين استقراق الشريعة وحلقوا أغادي لو الشيء متماثلين أو إشبها وأن وحبكوا كالدوانين شريعة ما كالفرقصه لما كالدوانا اسكو حكم كما دكتو تاسنو عدل غير هذه عدالة دا صدا كين سنيس الله هنا وحاو يلي إن الله يأمر بالعدل والإحسان ما كعدل يوي تاس متماثلين كإن لصما وعدالة دادك قاركود عدالة دا وحي مودان وحون إن لصما إني تاي لكن عدل يلي الدون يا معها مطلق التسوية معها وتسوية مركة خاصة تسوية دا خاص كنا وحي تاي والتسوية بين المتماثلين لبضى الشيء إسشبها إسكمدكا وإن لسيمو أما لبضى الشيء وإن إسكمدها إن لسيما عدل محمود معها كي شرعه أمرين معها يعني وحاول نغنى إسا عدل باطل نغنى إسا لبقى متماثلين هين هدي لسيمو وإن شغل إسكول هاي سيدا وحاول مؤمن كي يقال كهدي لسيمو أما لب كي يددق لسيمو أما عالم كي يجاهل كلسيمو أما خالق أي مخلوق الله سمه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وحلوك ذي تسويه وحق عبادة ذي التعظيم كي محبضة إلهي عدك لك السميان تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين مركة تنوع عاسي ومدان صحي أشياء ذا أين الصوش شاقنين دي آيات كقرآن كالله ينوغو شاقين نسنين أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وليس الذكر كالأنثى مركا الشعار إن لقدكته أو اللي يلاهده السنان بانو دوننا السنان أو وحل السماء يأن للشيقين وغلط سنان تل الربا الشرع وأمر يوح وحا متماثلين كاوائن للسماء وحي السمان إن للسماوي لكن وحا شرع وبسمين إن للسماء دماءها وحوية مركا مد محمود وفي عنها مركا المهم عدل يقول والتسوية بين المتماثلين آيات علماء وأدلي الشدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان قياس صحيحة وأدلي الشدين وحيك لو أدلي الشدين ميزان كآيات كشيقية لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تقاركود بيكدلي الشدين قياس سيدا حديثك الشيقة أرأيت لو تمضمضت يعني حديثك تلمامي ننك الصوم من حاسك سمردون كنكرا مركزان نبي وكوري صلى الله عليه وسلم وحد كورن تهداد اللغة تكورن مركز تاسو حب براروشين
مقدمة إفطاركو إنا إسكو مركا متهي مقدمة الإفطار بالجماع وكمقدمة الإفطار بالشرب مقدمة أفراد وحلقوا أفر يوصون كتبين إسا مقدمة يدواء الشبه ده هذا حق قلمضي هذا حق عبيتان وحكالو كم إذا حديث كي شيقا فلعل منك هذا نزعه عرق وحي لهذين يعني ومن باب القياس ساسع علماء ذي لهذين مركا جماهير أهل علمي وحي قبان قياس كون حجيه أدل هذا تشبيه وحلا يسكو شبه يعني شيقا سنة وأدل شنيا صحابة مشهور بيكا أهيد عام بيكا أهيد إن القياس كاستعمال كرين كتاب كعمر أو أبو موسى الدري وحكسقنا ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق يعني أمورها إسو قياس كو إسو ديقمان قرأ عمر بأورانية كتاب كان علماء وحيا وكتاب الجليل وين بيدهدين علماء قبول كل كلمة ابن القيم نواب الشرحي وإعلام الموقعين كو شرحي العلم قاركود وحي لهدان أشياء قاركود آثار تكمد علماء قبول كل كلمين تغني عن الإسناد سند كي حتى وحوي وكقفلت قبول كالغو كل ميبا لغو كل ميبا كفلن بي أهل العلم قاركود لهدان حتى قاركود حديث سيساس مركا كمرين هذه حديث كوي هي مترقا بالقبول سيد ابن عبد البر وغيرها يعبران آثار تيد وكسهل أنت حديثك وقائع بضان الصحابة أي قياستين نوال هلية أي صحابة قياستين أين إسكنا إنكرين ساس أودد علماء بدن كود وأفرت مذهبود أي كم ديهيد إيا وحوية مركا علماء أهل الحديث كبا وحيكو تغن قياس كون حجيها بل علماء قار وحيكو صور نقليين يعني وحش بها إجماع وكرة ابن القيم حكشي أي مزنين يلي الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلما جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم فقه هذا وقت الرسول خلق الصواب بلابه إلى وقت نتشوقنا لقى السوقار ومزاني أرانيا وحي استعمالين قياس يضا استعمالين مسائش الفقه أحكام تدمانتين وحونا يري وأجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل وحين اسقوا وافقين حق وحا أدق ما إني حق تهي باطل كوحا أدق ما إني باطل تهي إساس يكو إجماعي طائفة علماء كم إذا وحي الديدين قياس كو حجية هي الديدين حانا لقصوا النقلية تابعين تقاركود إني قياس كالديدين ولقصوا النقلية أما عبارات يكو إنكريان قياس كا رأيقنا أي كقديقيان بل الصحابة قاركود رأيق يقو كالديقايا ولقصوا النقلية إنك استيع علماء مركا أي بعض يقول يلاهدين أثارت الرأي كدقة يوحى لقوحا مباريا كي فاسد كأه كي فاسد كأها أيا لقوحا مباريا أثارت الصحابة قاركود كسو أرورتي وأي كدقة يان رأي ويا الصحابة قاركود رأي كدقة يهدنا وحالي هيليا مسائش قاركود أي قياستين مركسي هذا الكود الله كل ميو وحال لقوحا مباريا كي كدقة يان كفاسد كأينو يهي واتورنا يا صاحب المراقي وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني وحيد على عين ترأيك لقصو النقليه أما لقصو وريك وحال لوغة شيدا كيف فسادك الله قل لسال لوغة شيدا ورأيك فاسدك أبا لوغة شيدا إقياسك الصحيحة هي رأيك الصحيحة أها كالا دالا عين مايو كالا دالا عين مايو قريننا وحاء يعني سي شائعة أي صحابة وحو قياسين شرين إسكو منا إنكري شرين أصل القياس صحابة قار كودو إنكار رأيك كو سميين مسائل كلو أي رأي يعني مركا كو الحاقيين أو كو اجتهادين أي الهلية مركا تاسي وحي عضينا إيسا إن لو أرنا أي الله بحال بالو كالحنباري وحكا لو قياس كديدي ظاهرية دا أي ديدي قولا ظاهرية دا اللي يلاهدو داود الظاهري داود الظاهري يقوليها الراعي يعني قياس كأد بيديده آد يا آد وحا أغضو ضي الدين ماذا قياس كالديد أيو ابن حزمي أي آد يا آد أغضو ضي وحانو دوني أدي اللبذن إنو أدلي الشدو إبطالك قياس كالباطل قرين أيو إلهو كقار سييد وحاوي حكمك إلهي حكمك رسولك معها إلهينا وحر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون رسولك حكم كدكتا إلهي لي
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم نصوص دي حكم كودريشتك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رأي وعلي الله مؤرن إلهي الرسول كوعلي لي أي دريشتك علماء ذواك الشوابين شنقيد كتاب كيس أضواء البيان في تفسير سورة الأنبياء مركو فسر أي قصة سليمان الداود مسألة ذواك هضل إياه هذا الذي ابن حزمين واصول نقل إيوان الردينية وحكى له الشيخ محمد الأمين الشنقيدي أوليه مقال له طابع عنوان كأه إثبات القياس على منكريه قياس كأن لقصة يعد الدي ليس إنكر إيسا لقصة يعني مقال كأنه عاسي أسل كي سوحها الدرس وكبحنا أيو مسجد النبوية أو تفسير سمينا أيو آيات كفسير أيو أيوم بو الشيخ برقضة ضبط نباب كاس أيو قلع يا رسالة مستقلة أوح نقون أيها مذكرتنا الطبعات كي هوري حق الدنبال لقو طابعي أيو شيخ السيد داي يا حيالها آت كأو عجيب كأو حكم ذا النكت كأه شيخ هذا الكيسي ارتجالي قمال انتا او برقضي السيد داي بديب لودك السيد مركزو شيخ كيابا محمد الأمين شقيتي قفك دي أحواشي سأسكم مدمة مركزو يلي حدي صوت كيجي أنا هدا دقي سين لهين وأنا عط كيجي مقري لهين اسمع إلى هذين قف با وحاصو كلام مركي سجى ارتجالا أسيدين لها اسمع إلى هذين بوري سجى بابا كيابي عط كي هدا اللي دقي سين لهين بوري وأنا عط كي أسيس أم مقري لهين اسمع إلى هذين قف با مركي سجى وحاصو كلام يعني مركي وحاص واحتجاج أما مركي سجى مركي حن يعني اعتراض أما أدلة أما يعني مركز سيد دينا هي مركز ارتجالا اسمع إلى هذين بولي على كل حال موضوع عسي كل آد بي مهم وطهي إن وحوية اللون نقضى إثبات القياس على منكريه إن اللون نقضى آد آد بي مركز مهم وطهي مهم جدا مركز شيخ ابن حزم والردينية وحانو مركز شيخ عدينا يا وحكا ستولغا آمسا إنني وذي عفوي أهين إن نظير الحق إن حق أي طهي لغو حنباري لكن مسائش قار كود عفو مسائش قار كود عفو لا اعتبارنا أو وما سكت عنه فهو مما عفا لكم ما وضع هالسلاس وحط المامية وحي مرك أصل لها ليشينا يلا أصل كين لها ليشينا والنظير الحق أي حقتها نظير الباطل نباطل أيتها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسولنا دي هذين منصوص تهينا وإن لعلي عين تيده هذين منصوص أهينا وإن نوع ذي كي يشبه هذا اللعلي كبح ما يسين كتابك يسون ذي اللعلي هذا منصوص تهي وكتابك كل نص كريسان تهي قررنا إن حكم كالنص كألغاته مركا علنتو لكي وحي نغونا إسا مرنا عين تيدا ومركا منصوص كأي تهي مرنا وحي نغونا إسا شبه هذا نغونا إسا مركا كبح ما يسو إن أي مركا تهي فردوه إلى الله والرسول مسألة ذي كتابك يسون نظر لقو الشيء الحاقين يا الهليشين يا وإذا أقول له أن شبضاً وحكا له أقول له ويمجرته يضينا الله متاه حكم بغير ما أنزل الله نماه صحابتنا واتا عام أهان وسمين شرين قياسك على كل حال يعني وحوية باب كاسي وباب مركة واسعة ولا صد وحي تهي سيدي علماء مركة مران يعني اعتبارك يعني ساسو مركة معتبر ويهي وإلحاق بي مركة إساقال نقونا إساه waxay noqonaysaa qiyaas qiyaaskaasina saasu saxiix u yahay wax uga dhawina ma jirto culimadana saasay marka ugu macaamileen oo sabilkoodu u ahaa marka asal ahaan yaani qiyaasku waa mu'tabar laakiin nooca marka waxa mu'tabarka ah shuruudu leeyahay shuruudaha noocaas in la hubsado ayaa loo baahanay wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin qiyasu illatin wa qiyasu dalalatin wa qiyasu shabah يعني قياس كوحوق قبل سما صدح خيبات وقياس علة هي قياس الدلالة هي قياس الشبه كلا فقياس العلة قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم قياس علة وحل إلى هذا ما كانت وكيئها تي العلة علذو فيه إساق قده إسا موجبة مذ واجبين إسا للحكم حكم كواجبين إسا كان سنة إسا يهاتي ونفس العلة أي حكم كحرن يهي وحكم قطوس أكيان سنسا وقياس الدلالة قياس الدلال هنا والاستدلال وإلا الدليش هذا بأحد النظيرين لبدي إسكردقة أها أما إسشبها أي أي اللو الدليشني على الآخر ككل اللو الدليشني وهو أن تكون وإن نغطاء العلة علذ دالة على الحكم حكم كمدكتو سنسا
ولا تكون أين نغنين موجبة للحكم حكم كمد واجبين إيسا أين نغنين. وقياس الشبه قياس الشبه هو الفرع وفرع المتردد نغنين بين أصلين لبا أصل لحدود لبا أصل بوكرا دحيا لا أصل كان يأصل كان مد والبا يعني وأقبل كرا إلا هليشيه فيلحق وحل هليشين يا بأكثرهما شبها به لبدودا كو كان شاه بدن يهيبا لهليشين كيبو الشبه بدن يهي كاو الشبه بدن يهي كان شاه بدن يهي لهليشين ولا يصار إليه لقمتك يو قياس الشبه وقياس قياس الشبه ليدها لما قياسنا يو مع إمكان ما قبله يضو ككهر ريا أسورة قليهي قياس علاية قياس الدلالة انت السورة قلتها قياس الشبه لما قياسته شيخ هل كم حوكها الليا أنواع قياس كأيوكها الليا أي علماء قيبيان وحنو تلماما إن لا قيبي قياس علا النوع أقوحا قبضن أه يقياس الدلالة يقياس الشبه والنوع أقو ضعيف سنة قياس علا شيخ حوك تعريفي وقياس كعلادو أيتها حكم كمد واجبين إيسا وإلا بإلا حكم كهو كين سنة إيسا كاسوح ليلة ذا قياس علا ليلة ذا قياس علا أيا ليلة ذا لفظه موجب إن ليلة ذا أما علا ذا موجب على مبضن واديدان وحا يلا ذا ومعرفة أما واكو قرن سين إيسا أما والقو قرن ومعرفة لكن موجب ذا إن موجب لغو إطلاقه على مبضن باديدي وحا يلا ذا حكم كأحكامتا الشرع واجبي إلا مواجب يعني الله بأحكام تواجبي مركع إلا واجبي سيهدي إلا إلا نوعا ما إشكال باكترة قالوا حيو نسبيا بتعبير كمعتزلة ذي نسبيا لكن بعض كلا توجيهي وحي إلا دين موجب أما مؤثرة مركع لقات الماما هدي اللوتش بذاتها ذاتها أنت ذي واجبين إيسا يعني يضو وحي طايمت غلطة قصد الله شيء وغلط هدي لكن لوتش يضو وموجب بإذن الله إلى إذن كيس يكون واجبين إيسا أما ومؤثرة بإذن الله يتاسو حي إلى ذن وحدي بكم أصغنا وحدي بكم أصغنا وانا سيدي بعض يكون توجيهين مركع إلا ذا حكم كواجبين إيسا وحي تساليه ذو نغن إيسا فلا تقل لهما أفن مركي ليلي لبدي وارد هذا الحنها كورنين حكم كوحوها حارانتين ما ينتا تأفيفك لحارانتي نمائي علادنا وحي أهيد إيداغا مركا وحكستو إيدا كتشيرو يعني وحي نقونا يساميد واجبة مركا إيداغا سا واجبين أيه إن لحارانتي نمائيو أدي لك لمسألة والدة هاي والدة دا إن لدبا مبنانا وهي عقوق الوالدين بأن نقونا يسا عقوق الوالدين كنا وحو كمدي هاي من أكبر الكبائر دن بيدي وويناب كمدي لكن إن قياس كنا لقصها وحين غنيسا من باب تعاضد الأدلة أدلة يؤسيح وشنيس سيدا الشيخ كتعريف يأي مركا لأهجو هي مثال كلاقو مثال ييبا قياس كي جليق أها أي نوعي سنغنى يكون شيخ تعريفنا أن تكون العلة أما ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بعض كم إذن أوحوية قياس بكمردقان أي وحيكردقان ومن باب مفهوم الموافقة مفهوم موافقة باب كيد بي مركا قليان علماء بضاني أهل علمك لو حيكو تعريفيان مركا قياس علها تعريفين أيا وحي إلهدين قياس علو حل إلهذا الجمع بين الفرع والأصل بنفس العلة مركا فرع إيا أصل كا لغو كل ميوه والله يسوكو كانو علاذا لفتيدا مركا ساوح عليها قياس علها قياس علة أي ليلة هدي الرات كعلة أما حكم كعلة لا يسوق كأننا وحلورنا يا قياس الدلالة لورني نفس العلة هدي لقو جمعي ولا يسوق كأننا وحلورنا يا وقياس علة نفس العلة مركل لا يسوق كأن أيه تساله ذوحه أهذي ربا الفضل أشياء ذي اللوش يا جي تساله ذوحه أهذي ربا الفضل أشياء ذي اللوش يا جي اللحدة أهيد جماهير أهل العلم وحي إلى ذين سلفا وخلفا لحداكم أقارها
waxay yiraahdeen xukunku mahsuur kuma aha intaas ribadu waxay galeysaa ashiya kale taam oo dhan bay galeysaa bay yiraahdeen oo afarta yaani shay ee cuntada ee ku jira lixdaas marka dahabkii fiddada laga reebo iyaga oo qiyaas qaadanayay waxay yiraahdeen wa bi jami'i at-tu'mi ashiyadan la sheegin sida waxa weeye debariiska iyo digirta iyo yaani waxa weeye haruurka iyo waxyaalaha la midka ah dhamaan ribal fadli waa galeysa waxayna ku galeysaa bi jami'i at-tu'mi oo cuntanimo in lagu cileeyo cilada laga dhigo waxaa loo cuskanaya الله عسكنا يا حديث كي مسلم صحيح كل سورية الطعام بالطعام مثل بمثل مركا شافعي يدو حديث كي سيكدل يشانا يانو ليه إن إعلادو تهي طعمي عنتنما أي تهي حديث كي سأو دليلا ساسي ورني علماء دا قاركونا وحي ورني يان إعلادو وكيل كيل كوي يان بي ورني وهو مكيل حديث بانا لغو سورية ابن حبان السوري علماء قاركودنا أي تحسينيان علماء قاركودنا أي تحسينيان أرنا أي وكذلك كل ما يكال ويوزن ساسو كلا وحا هذا وحكستو اللبيقه أمل ميزامه مركا نفس العلة مركا لغو كل ميو حكم كلغو قد بيو وفرع أي أصل كنفس الحكم قال يسوغو كانو وحي نغنيسا قياس علا نغنيس وانا نوع قياسك يعني مركا اقرون او قفي عن نوع قياسك جالي قال لي لا دا علماء قار قياس كما دي قيان سينو هرأو صوشكني هدي علادة راد كيدا اما علادة حكم كيدا اما علادة دليل كيدا صدح ذا مدها دي الله يسوه كيانا قياس الدلالة لي لا دا قياس الدلالة ايا لي لا دا تساليه دو حي تاهي قياس الدلالها خمرقا نفس العلة مركا لغو قدبنا اي حكمك وحلورنا يوا اسكار هذي اتشار مثالك خمرقا ويسوقاتان علمدو خمرقا نجماهير اهل العلم وحي خبان وحكستو وحسخرامية وخمري ونصيد حديثك شيغاي والنبي قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام يا كل مسكر خمر وحكستو وحسخرامية وحاران وحكستو وحسخرامية وخمري مركا جماهير أهل العلم نصوصا سيقاذن أيان أو حيليهن كما قارها خمرق وحي وحسخرامية لغانا كاني أو لغصو ميري عنب أو وحكستو لغصو ميري فرق مكة للا أو حل إيجي يا مسكر ميها مسمها قل يها حنفية ذا ليله ذا وحيليهن ما يا خمر وحل لا يراه ذا وحي عنب لقى كاني أو عنب لقى الصوميري وحنا الصخرامية إيه هذان عنب لقى الصوميرين وح الصخرامية بقى لورن ما يو خمر يو النبيذ بالورن يا تعزير بنا كل لازم يسي حد كم واجب يو رأي حنفية وصص هذا علماء بدنا الحنفية هين ومذاهب تكلا صدق ذا أكتر سن ayaa markay fanniga usul fiqhiga ka hadlayaan tusaale waxay u soo qaataan khamriga laftiis way yiraahdaan nabiidkii waxa looga qiyaas qaadanaya khamriga marka waxay ku wadaan markay tusaaleynayaan cinabkii wax saxraaminay asirul cinab al muskir cinab wixii laga soo miiray waxa saxraaminayay marka ku wadaan nabiidkii wax saxraaminayna khamriga waa ka saareen oo qiyaas bay xukunka ugu gudbiyeen مركا رأيك مذهب أهان أي قبان يتمثيل كأي مثالين أيان مسألة ذا وحبها يسعرن ومتناقض هو إسبورين يسا وحبها يسعرن وهي علماء ذو وحي إلى هذا لا مشاحة في المثال عريركم السغنة الصالة والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال وكصاحب المراقي أرني شأن يقوحي هاي مثال لما بشيو تصالة لما بشيو هذا تصالها بشيدو لواحد شبه يسا وحوي كيلي لما ضربا انت ليه نحو القبرية بشر الحافي باتك الزاهدك هاي بشر الورنشري اما شايخ ذي هركم ذها ايا لقول النحوي عدو قوينة برطا يا مركزوي برا
مركز سلوي ضرب زيد عمرا وفعل يفاعل يمفعول مركز سلوي ما ضرب مركز سلوي ما ضرب وإنما هو مثال وضع ما بقى راعن به وضارب يمضرب مش ميا لي وتصال الله يالي مركز سلوي أوله كذب لا حاجة لي فيه هرتي سوى بين بوري بين بوك بالعمل وحباه يا أمقر هل كيف نحوي كتير مركز مثال لما بوشيو تصالة اللوغة تشيدايا إن لغو والرمي اللقمت الماما مركا هدبا وحي علماء دو يلاهدين وحكفلا إنو مثالك يهي مد مفروض لقدري أما مد محتمل أما مد محتمل با كفلا إنو نقضه إذ قد كفى الفرض والاحتمال ساس أود علماء دو وحي يلاهدين يعني وحا لغو تصالين كرا يعني قول أقواش كمذا قيل ضعيفة وحلوه تصالين كرا ويتصاله ما أها الدليل دليل بالله بصدا لها مثلا الدليل كماءها أما الثبوت كيس الله بيها تصاله سيدي سبا لتوضيح القاعدة لوردة قاعدة دي إن لقو عدي وقاعدة دي فهنته بامرات كيهي أدلة دو حوية وشي كلا مثال دي أدلة دو وكلا لبشي مثال كمالك لشيغ يو ذكر جزئيين لتوضيح القاعدة شيء جزئي للشيء راجح النقضة أما مرجوح النقضة لتوضيح القاعدة أنا لو شيء مركع علماء قبن خمر يقول إنه كجاري هاي عصير العنب المسكر إنه كجاري هاي آن قبن أي على قول الحنفية أما على مذهب الحنفية وحقوق تصارينس مركع مثال كوحيد دونيان إنه وحقوق فانسية مركع وحيد دونيان يعني النبيد كي وعصير كي وحان عنب أهين لغسو ميري أما لغسو توتشيي وحنا السخرامين أهين وحلوغا قياس قادنا يا خمرقي وعصير العنب أو وح سخرامين أيه بجامع الإسكار سخرامين تلفتي دا لغا قياس قادنا يا تاسي وحين نغن إيسا كل من تا إسكار كالغو كل من أيه بنفس العلة قياسو علة نغن إيسا ونوع هرين صمر مركاتيري نبيدك مسكرك وحرام يعني قياسا على الخمر وعلى رأي الحنفية قياس خمر قال له قياس قادنا يحاران كيهي بجامع الإسكار إسكارك إيا السخرامين تقول لبضا أصلك إيا فرع مد والبكسوغن أصدي أصلك أم قيس عليه إيا أغسوغن تي فرعنا أغسوغن تي مركا نفس العلة وإسكارك أبان حكمك كوكد بيه marka labadaba tahriimku waa ku sugay taasii wuxuu noqonayaa qiyaas cilo iskaarka laftiisa hadaan xukunka ku gudbin ee sifaadka lagu yaqaano shaygu haduu muskir noqdo sifaadka uu yeesho sida raayixada uu yeesho khamriga loo yaqaano ur gaaru leey sida xoorinta uu leeyahay uu xooriyo awsaftii noocaas ahayd waxa weeye waa aasaarti yaani amaraadki و إسكار كلها ومركع الله داسي ماشا كسو قانتها إبا رادت كان الهيرية ومثلا ننبا وحالا كان إساقو وحو مركا كسيتو يعني عاقد أما قرارات كسيتو عبي باقاضي الله كان القاضي الشرعي مركا سأل يقولي نكني خمري وعبي حدكي كتر نكي باد دودو وحو لوحان عبي خمري ماها خمري ماها وإسك الشراب كلا حم الصخرامية هذا وقت جوا سهل أنت هاي أو يعني شيء مسكر كأ ده شيء بار بالجين كرا أو يعني وحل الصوص صار كرا مادة أهان تاسوى طريقة كلا أيد حادثة لكن واجه رمحل قلت حقوقي وحوالها يا واكم نكيو حاب كده ضيبا وحن عبي وح مسكر أو خمر يا ما مركو السيدة كدو ضي دعيت كلا عبي سمسورة قلها وحال إيجا يا إسكار كي إنو تشري إنا نتشرين أو صافتي إسكار كلها إرادت كي وحال لغوية قاني أمارات أمارات كالنوع عاسي هدي تشوغان واي ماشي يالي وحال حكومة يادا إنو خمري يهي وخمري مسكر كابا اللوغا قياسانا يا ولو إسكار كيان لبطا حقوقن بي نكي مصخرامن وايو حدعي كرتقدران لغو سخرامين ويرئنو كعبي
انت يري انت بضن كي لعبب انت يري انت بضن كي خمري قال لك عبب حتى كواك ايمانيا ما اسكر كثيره فقليله حرام وكحديث كشيغي وحا انتي سبضن السخرامسة انتي سيرين وحرام مركا رادكا علاضو لا ضحي مركا حكم كاللقو قد بنا ايو والله رانا يكني وحرام وما بنانا قياسا على الخمر خمر قياس لوغا قياس قادنا يعني كو بنانين يعني أثر كا إيراد كاس يا أمارات كا إسكار كلية يهي شوكستي ميشة شوكت الدرادية دبا لوغا قياساني لوغو قياساني وحكم كاللقو قد بنا وحال لأرنا يا قياس كالنوع سوى قياس الدلالة لأرنا إياه قياس علمة قياس علو ما أها مركا تنوع سوى كلا أوحاي كعب ريان غاركود أسر كي علدا وحي كعب ريان غاركود دليل علا كعب ريان تار رائحة اللو يقانو رائحة ما أها علدا اللفتي دي لكن علدا ما يدليل أطه ما لا أسر بان كعب ريان فلاي علدا اللفتي دي ما أها علدا وإسكار لكن وعلاد الدليل كذي هو أمارات كتوسين إيسا علاذي بي كتوسين إيسا أمارات أطهي مركا هو الدليل علا مركا واتا الشيخ مركا تعريفي أشيغي وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم أصر كعلاذنا وحون غنيا وصدا إلا يلادو القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإسم أثر كواكاس لكن أمارات كإسكار كليها يوحون نغونا يدليل العلة وحو يري مثلا دلك شيء مثقلة شيء علص أصيدا هود أو كلا أما بود أو كلا وحلقوا الدلاء قصاص بيواجبين إيسا سيدا دلك وحلقوا الدلاء شيء محدد أو أفله أو تشرك قليا وح لو قد لا أي قصاص واجبني مثال كان علماء هذه الشروي الشيغان وقليها حرفية اللي يلاهدو فوحي كالفرقيين شيغا مثقل كأه اعلص يعني أفو تشركة كجل يلاهين مركا وح لو قد لو يا شيغا وح محدد وأف له تشركة جلية وح لو قد لو لبدا سي كالفرقيين markaas waxa ay yiraahdeen waxaan malaasanayn jirka gelinin si kastoo loogu dhufto jirkii aan gelin si kastoo u weyn yahay hadii lagu dilo qisaas ma waajibinayo jamaahirtu waxa qabaan inay qisaasi ka waajibaysaa duushaygu musaqal yahay oo culus yahay oo gaaliban wax dilay muhaddad iyo musaqalna inaan la kala farqinaynin qowlkoodana saxiixa jamaahirtu siday ku tageen hadiiskii baana u daliila يعني الشيخ يقول لبدا دقاحة قبضي اللي سبر كيي يسيد قصاص توقتي هيا شيء على رأي الحنفية مركا اللي يلاهدو قصاص تو نصا وحيكسو أرورتي الشيخ محدد كأه وحي يلاهد المثقل كوالوغا قياسانيا أمثلة ذا نتصاريا البلوغة حتى وحلق الشيخ قد إنو أبو حنيفة يلي الشيخ مثقل كعلوس هدي وحل قد له ولو ضرب بأبا قبيس قصاصي كايمان ويس بأبو قبيس نوى الله صلى الله عليه وسلم مد شافعي مد حنفي إسهلي مركز ساكي حنفي وحو يري شافعي عربي هذا ضعيف بكوا مركز تلاهدان مركز شافعي عربي حجو كوا ووران صحاين حنفي با أرنية مركز ساكي شافعي وحو يري وهدو شافعي عربي هذا ضعيف كوا ما كي أرن شري ولو ضرب بأبا قويس بها هذا مركا يسا يقوي كوها أذو بأبا مركا لها وجه بي لها ذهي أو إعراب مقصوروي إلا كن بأبونا والله صلى الله عليه وسلم المهم مثال كوحو أي مثال ين علمضو إلا يلاهدو قتلك شيء مثقلة دلك شيء مركا علص وحلقو الدلاء قصاص وواجبنيس سيدا دلك شيء أفله تشرك جلية وحلقو الدلاء أي قصاص واجب ليسو أيا شيء مثقل هدي وحلقو الدلاء أي قصاص واجب ليس بجامع الإثم كل من تدنبق كل من أيو
oo dambigu uu ka dhaxeeyo labada mid walba lagu dambaabayo ayaa qisaastu uga waajibaysa marka bi jaamic il ismi waxay noqonaysaa asarkii cilada ee nafsul illa ma aha waa raadkii cilada ka dhalanayay ciladina waxay tahay waa dil amdi ah oo cudwaan ah oo xad gudub ah dil bareer ah xad gudubna loo sameeyay yaani saswi marka qiyaaska noocaas waxa loo oranayaa qiyaasu dalala xukunka in lagu kulmiyana waa dhacdaa oo la isugu keeno almuhim nooca waxa leh qiyaasu dalala qiyaasu dalalaha waxay culimada qaar u misaaliyaan waxay yiraahdaan quraanka mawaadicda qaar kood shay qiyaasu dalala noqonaya baa lagu sheegay ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وعيدهن ومن قبيل قياس الدلالة نوع مركا لو يقانو أي مركا تاسوك لنقون كرتابيلا المهم لبضى قيبوت وصاصوي قيبتك لأصدحاد وحل يدهدا قياس الشبه وقياس كي إكان شها فرع إيا أصل كا إسشبهو إسو إقبا لغا تلمامي لبدو دو مركا إسو إقيهين أكان شاها إسو إقيهين با حكم كا لغو قد بنايا هو الفرع المتردد بين أصلين لبا أصل بو كالدحيا لا كن نغنغني وحلها ليشين إيا فيلحق بأكثرهما شبها لبدا كو إكان شاها بدن يهي أيا لها ليشين كنوا شبها أو إلها ليشي أواصورة قل كان هو شبها او الا هل اشياء وصوره قال لبدا كو كان شهب بدا يهي بل هل اشياء كاسنا وحا ليها قياس الشبه بل marka saddexda nooc ee shuukh ino sheegay ka damba ugu daciifsan tusaalahan waxay culimadu u tusaaleeyeen adoonka waxa uu leeyahay laba shabah kees wuxuu uga eeg yahay bini aadamki xurta aha geesna wuxuu uga eeg yahay xoolaha وحقاً إيا حقاً بوا شبها مد بأ اعتبار بكو شبها وإنسان لملكيه وعيدك عن تود كتشله وبدعي ذي لاضحي وإلا إيبيا الضونك وإلا هبيا وإلا بحيا عيد بأ الله دردار ما وإلا الرهما وإلا نحلا أوصاف تاصرنا نوحو كشبها حوله سكرا مركا الله إيقو الضونكو بني آدم كي حرطة هابو شبهة بني آدم كي حرطة أها أيو شبهة يو إنسان مكلفة أو تكليف سارية هاي عقلو لي هاي مكلف وي تكاليفتي شريعة ذا كدري ريسة يعني وحوي أساسوي مركا هدين لي لادو حق إيا حق الله بضا مدول بواه شبهاي وهدي وحل ملكسيانا إذن كواد عذائن وحكم ملكيه إنسان مكلف وعاقلة ومكلفا وايهي مركا مدية كواجبي سهدي لديله مس قيمة كواجبي يعني وحوي هدي إنسان كحرتها الله الحاق يديها كواجبي بالغة ما بلغت هدي وحوي لها ليشيه حولها مركا لها ليشينا وحكواجبي قيمة waxa loo oranayaa sayladda muxuu ka joogaa marka labada ku u shabihitaanka badan yahay la haleeshinaya oo waxa loo oranayaa xoolihi baa la haleeshinaya bahiimadii oo qiima ka waajibays way ka soo u shabah badan yahay aw safta la sheegaya way badan tahay ay xaqqa ka shabahaya bi kawnihi yubaa'u wa yuhabu wa yusab bihi wa yurhanu wa yurasu marka horena uu yahay wax la mulkiyo marka waxay noqonaysa in la yiraahdo qiima ka waajibaysa wixii loo geysto marka waa qiyaasu shabah galabatu al-ashbah huwa al-ajwad marka qiyaaska qiyaasu shabah la yiraahdo culimadu waxay yiraahdeen saddexda nooc waa ka ugu daciifsan bal culimada qaar kood waxay yiraahdeen qiyaasu shabah nooc la yiraahdo quraanka kuma soo aroorin iyadoo la radinayo muyaan oo nimankii gaaladii maxay yiraahdeen قياس الشبه بأي وقت هذا قار استعماله والرسول الذي وحي الرسالة دو دي كد ضفرين وكد ديدين يعني بني آدم نرم ذاتهين ما دام أنك أن نرم تين ونشبه ذان
إن الرسول النقطان مصورة قلقها وحين عسكنا ينشبه أيها أؤيهين وبن آدم أي ليهين ونوع عدو كلا أيهين وصيدا يقو أدشان وكلا أي أدشان يا يعني تاسي يذا بعسكري أمو قالك أي كشبهان وكلمته مركا مربه داء النقا نلمتهين بي لهدين رسول لمتهين إن أنتم إلا بشر مثلنا مثل يذاس يا تاسي عسكري مركا العلامة ابن القيم وحورنا يا قياس الشبه نوع علي له ذا لم يرد في القرآن قرآن كما سوى أرور يدو إلى إبطالنا يبو يلي مركز طوح سوى أرورا يدو للردين أي ساسم سوى أرورا ولم أبضني وحي له ذا أصول فقه باب كيسا فنق أصول فقه اللي له ذا قيبتا قياس الشبه وح يعني مركا كإشكال بضن كما شروا وأيو يعني هدي الأيغو شبهني هذه مناسبة كسو قانتا هين الشبهني ماذا هو كبح حيايا وحون غنيا الذي إن حكم كان لقوء الحاقي ونوع قياس علها اللي يلاه ذا نفس العلة أيا مركا لقوء الحاقي وحكمك وفرع اللي قد بي قياس الدلالة هنا لازم العلة أما حكمك يا لقاء عبيرا أما أثرك يا لقاء عبيرا أما الدليلك يا كعبي ولازم العلة مركا ساس أوديد لبضى أصهره من نوع مناسب بالذات من نوع حوية ومناسب بالطبع دو حوية نوع عن قياس الشبه اللي له ذا هدي علاذ اللفت هذه لقوع الحاقين ينا نوع هرو قرية هدي كان لطرطب اسكن غنية لبضى وحبك مدحية لبضى وحبك مدحية مركا المهم نوع قياس الشبه اللي له ذا وكاس شيخ وحط المامي إن قياس الشبه اللي اعتبارنا يوه يعني أنه نغني حجة أنه نغني لكن مركز سورة قلية هاي لبضى النوع هراء مدهن سورة قلية هاي قياس الشبه لما استعماله ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله ما قبله وحلو قدش إذا لبضى النوع هراء ماذا عمومه ما قبله وحيكون لعي قياس علها إيا قياس الدلالة هاي لبضى ما كون لعي ساسمه تقويك إنت اللي هلي كرو كضعيف كحق صلى الله مكعب ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل شيخ وحي لفرع فرع شروط دي سوحة كمدة والشرط ومفرد محوم من التبعيض يدا أقليي شيء مفرد ميو تبعضي شوابته وحي الشرط با فرع لو إضافي عموم بفائدين وحي كردق انتهي ومن شروط الفرع يوكلي كردق انتهي سيدسوي لو من شرط الفرع أن يكون مناسبا أن يكون إنه نقض مناسبا مد مناسب للأصل أصل كمد مناسبه ومن شرط الأصل أصل كشرط شروطي سيكمد أهاتي أن يكون إنه نقض أصل كو ثابتا بدليل يعني حكم الأصل بأجداي دليل مد كسوغا دليل كاسو متفق عليه ليسكوا فقصيها بين الخصمين لبضى مركا إسحيا قياس كان ودحيالو ومتكود قياسنا يومتكود نديد دنياهي دليل إسكوا فقصيه وإنو حكم كاسي كسوغنا هذا حكم الأصل ومن شرط العلة شروط علة يكمدها تي أن تطرد إنا يوحوي اضطراطه وأي كسعة في معلولاتها وحال الله علينا يعلّ ذا الله قد يقايو أو مركز طوع علّ ذا الله هلو وإن حكم كالهلية اضطراد كواكا واضطراد إيسا وحلقات الماميا الذي اللهلية بحكم كين اللهل يدو علّدو تشوكتو إن حكم كاللوايا مدعي كرتو وحال الله رضي وعلّة مضطردة فلا تنتقض مبريسو لفظا حق اللفظ أهان ومبريس علذي ولا معنا حق معنى أهان أبريميس الذي أتشوكت أما لفظا أتشوكت أما معنا أتشوكت حكم كئن وباق ذا مدعي كرتو وحو هل كان شيخه كغه الليا شروطها أقياس كليه مركا فرع شروط با لو شرطية علذا شروط با لو شرطية أصل كشروط با لو شرطية حكم كأصل كنا شروط با لو شرطية كتابك أين هينا ومختصر وحلوغو تلقى لي إن فنق اللقب بلا أبو مبتدئين تلقى لي
ساس أود باب كان قياس كان آد يا آد بشيخ أكو بي أو هذا الكوكير آد بؤيريه أبواب تكلوح وكير باكرون قياس وحكيري ساس أود بباحثين تقاركود وحي لهذين هدو هذا الكوكياس كير يركرين لها كتاب كآد يا آد بيقفعنا الله شروطه وحكم ذو شيخ الشيخ علماء قاركود شروط فرب ضم بيشيغان أو أي أولي غيان قياس كأولي غيان إلا علماء قاركود أي علادة الشرطيين أفري اللباطن شرطي حكم كأصل كان أي الشرطيين لبية طبعا شرطي سيدة شوكاني أوكرا إرشاد الفحول ولما بالمناسبة أن براروشي كتبت أصول الفقه المتأخرين تقرين كتبها أغفي عن بكتشرا إرشاد الفحول شوكاني قرأ وهي كتبها متأخرين أصول كأي كألفين وحو إساقب ذنيا التقليد إنو كل سن يهي تقليد إنو كل سن يهي ساس أودت بأهل العلم يقاركود أي لهدين سيدا مركا ألباني أوكلا كتبت أصول فقه متأخرين أي قرين يعني الإحكام لابن حزم يا إرشاد الفحول للشوكاني بأغفي عن ويا غالب كمتأخرين تكتبتو تقليد بإسكا قرسانتا أنصر نغانا شرطيات أشيخ الشاقي شروط فرعي وحكم ذا فرع ومقيسك حكم كاللو قد بنا إلا دونا أي حكم كأصل ككسوغان إلا هليشي ولا إلحاقية شرطيات سوى حكم ذا أن يكون مناسبا للأصل أصل كوائن مناسب يهي أصل كوائن مناسب يهي وحلوغة شيدايو لغت المامية مناسبته سيدة بوحوية ووصف كان صنية أما وصف لائق حكم كاسين وكردشه أما وافقية إنه أصل كي فرع يسكح ركال بسيدة لقع بربا هذه الله صوك وبوحلوران كرام مناسبته ومصلحة وحيلا هذين ووصف يعني لائق حرست حكم كلاج حريه ولا لو حريه ولا ترتيبنا يا إن النقطة مقصود الشارع من جلب مصلحة أو دفع مضرة لا بد من تخصك أنت مركا تساو حلورنا يا مناسبة مناسبة لورنا يا وخمرجي حال لو حرنتني مي وحلو لو حرنتني ما إنه وحصخرامين يا دراديد مركا الصخرامنتو حكم كحارنتي نما انت ان لغا ترتيبيه او لغا سببايا لا اقبي اتهي وهي صخرانكي صخرامستي وحا كسغن مفسده او وحي تي عقلي بي مركا صخرده كحينيس عقلي ان لا الىاليانا وا مصلحه حكم كي تحريم كا ان لغ خرو الىالنتاس عقلي لا الىالني دراديد اسكارك ان لغ خرا ومناسب للحكم نبيت كمركة أورانا يسون نبيت كي وحاران عصير كي وحان عنب أهين لغم ميري وحنا السخرامين أي قياسا على الخمر إنو حوية وصفك النبيت ككسغاني وحو مناسب يهو وفقسي هاي وصفك كسغان يعني مركة أصل ككسغان حكم كان أصل ككوكين صدي مرك اللائق وحوية هاي فرع اللفتي سنة إنه حكم كحكم لم يدكوا كين صدق مناسبة دي وساس مرك وحلقت المامية لبضا مد والبا وإن إسقسي أغسو أنت حكم كاسي إنه كرد شنا حق فرع يحق أصل كمد والبا إن اللائق وطه أصل كعلماء قار وحي كعبران حكم كاللفتيس وحي هذا المركة أنه أصل كالشيغي أنه وحنو قتشيدنا حكم الأصل بانو قتشيدنا مركة حكم الأصل بي مناسب تهي دي اللي قفة سيرانا معنه وأوضح وكسي عديه مركة شروطي فرعي وحكم دا فرع إنه حكم كأصل كمناسب يهي أو أصل كحكم كإنه ككين صدي أصل كقديهيس وإنه يهي مدء اللائق ومقصود كالشارع إنه تهي يعني الظن غالب الله وهي تفرعنا انه ككن صدا واساس الليل marka taana saasu tusaleedu waxay tahay marka tiraahdo hadiiski uu nabi goor sallallahu alayhi wasallam
لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. ما حكما يقاضيه يعني يانو حكم قلت حكما يسقو عريسن مركو قاضيه عروين عريسن يهي ولي بعريرا وخفيفة لقمت الماما يوايو وصفه غضبان وحلو استعماله أما امتلاء أما حرارة البطن مركا عرف ربضن بالغت الماما عرضي يريد مسو قريش مركا السببت اللي قد دي وقت قاينو وحكم اوام حي وحوية ومشوش الفكر او يعني مركا مسكح ديسي ايا وحي تايمي تشوش سن عرضي با تشوش سي تاسي وحي مضينا ايا الله فلانو تاي حكم كاينانو عصيبين وحكستو تشويش كاسو كالكردران كارو هدو كو مشغول سيو مسكحديس كو مشغول سنتهي يضانا وحوم حكومي كرو بجامع تشويش الفكري هذا ما ركتا مركا تشويش الفكري حكم كايني كان ستو حكم كو انو حالة دا ممنوع كي هاي قاطقة أصل كا سيدا يقو كان ستاي فرعنا انا يقو كان ستا مناسب وي لبدا مدو البنا واسكوا فقصيهين مركا ساس اهوديد شرط قاسي سيدا سيادة أبو النقونا أن يكون مناسبا للأصل هذه حكم كأصل كاللو فصير إيو يهدي اللو فصير فرعين أصل كمناسب يهي بمعنى كوافق سيهي وصف حكم ككين صدي لبضا مدوالبا وحون نقونا يا معنى سيدا يهي وانا إسلازمي الكاهن قد شوق والله أعلم.